ملاحظتان حول ما ورد في خطاب الرئيس بوتين الأخير. طبعا لا نناقش، هناك الكثير من الآراء من الأفكار التي طرحت في هذا الخطاب المهم، وهناك تشخيص لتاريخ الصراع ولطبيعة الصراع، ولكن أنا معني بالملاحظات التي وردت بصدد ثورة أكتوبر وما تلاها، وبصدد سياسة لينين تحديدا. هذا ما يعنيني حاليا. في الواقع فكرة، يعني انتقد الرئيس بوتين فكرة لينين اللي هو حق تقرير المصير للأمم. طبعا هو لم يعني ينتقد المبدأ نفسه، ولكنه انتقد التطبيق، يعني قال إنه تطبيق هذا المبدأ كان متسرعا، ولم يكن يعني لم يأخذ كل الجوانب بعين الاعتبار، لم يأخذ مثلا المصالح الروسية بعين الاعتبار، وإنما أخذ فقط مصالح القوى القومية الاستقلالية، خلينا نسميها، أو الانفصالية. يعني أخذ بعين الاعتبار مصالح الانفصاليين على حساب مصالح الروس. لكن في الواقع هذا تبسيط للأمر، لأنه يعني من يتابع لينين طبعا لم يبدأ اهتمامه بالقوميات خصوصا في الإمبراطورية الروسية عام 1917، أكتوبر 1917، وكتب عن هذه المسألة قبل ذلك بسنوات. في الواقع يعني هي شغلت باله، ومسألة الأمم وحق تقرير المصير للأمم شغلت باله في الواقع، ودخل في العديد من المناظرات، دخل مناظرات مع الماركسيين النمساويين ومع روزا لوكسمبورغ ومع كاوتسكي ومع آخرين. ففي الواقع لينين كان مشغولا بهذا الموضوع. وأيضا عندما كتب ستالين كتيبه المشهور حول الأمة وحول القوميات، حول القومية والأمة، يعني كتبه بتوجيه من لينين وبمباركة من لينين. فلينين كان مهتما مبكرا، اهتم، وبتعرف يعني كما تعلمون روسيا هي عبارة عن مساحة واسعة من الإثنيات والجماعات القومية والإثنية والدينية وما شابه ذلك. يعني روسيا إمبراطورية كانت معنى الكلمة، وتضم الكثير من الأجناس والجماعات الإثنية والجماعات القومية واللغات وما شابه ذلك. فشيء طبيعي كان أنه أن يهتم بهذه المسألة، مسألة الشعوب. طبعا النمساويون أيضا اهتموا، لأن الإمبراطورية النمساوية كانت تضم العديد من الإثنيات والجماعات القومية، فلذلك هم أيضا اهتموا بهذه المسألة. ولكن في حالة الروس كانت مسألة في غاية الخطورة والحساسية، بفعل هذه الفسيفساء من الشعوب ومن القوميات والإثنيات المختلفة. فطبعا لينين اهتم كثيرا بهذا الجانب، ومبكرا، يعني كتاباته تشهد على ذلك، مبكرا طرح فكرة حق تقرير المصير للشعوب وللأمم. وعندما استلم الحزب البلشفي السلطة، بدأ بتطبيق هذا المبدأ. يعني لاحظوا أنه يعني كان المفروض من الرئيس بوتين أن يشيد بمبدئية لينين، مبدئية البلاشفة، أن ما كانوا ينادون به من حلول للمسألة القومية مسألة القوميات في الإمبراطورية الروسية، مجرد ما استلموا السلطة طبقوا هذا الكلام. يعني لاحظوا لينين مثلا طبق أولا، يعني كل ما كان ينادي به قبل الثورة، عندما استلم الحزب البلشفي السلطة في الواقع في الإمبراطورية الروسية، بدأ فورا بتطبيق هذه المبادئ، لم يتراجع قيد أنملة عن تطبيق هذه المبادئ. من ضمن مثلا هذه المبادئ، لا للاتفاقيات السرية التي عقدتها الحكومة القيصرية مع الحكومات البرجوازية الإمبريالية المختلفة،
وهو فضحها من ضمن الشغلات اللي فضحها مثلا اتفاقية سايكس بيكو التي كانت سرية في الواقع. فكان عند مبدئه، ونفس الشيء بالنسبة إلى حق تقرير المصير. منذ اللحظة الأولى قال يحق للأمم التي كان تحت مظلة الإمبراطورية الروسية، يحق لها أن تنفصل، يحق لها أن تستقل طبعا. وطبق ذلك سواء على فنلندا أو على غيرها من الأقطار أو البلدان. الآن لينين السبب في ذلك، وهذا لم يشر إليه الرئيس بوتين، لأنه منطق الرئيس بوتين هو منطق الدولة القومية التي تستعيد أنفاسها، التي تريد أن تتنفس وتستعيد أنفاسها وتستعيد ربما أمجادها. لينين منطقه كان مختلفا، منطقه كان منطق الثورة الاشتراكية، منطق لينين كان منطق شيوعي، منطق اشتراكي، وهو إنهاء الاستغلال، كل أنماط الاستغلال والقهر والظلم. وكان يعني هذا كان مشروعه، مشروعه كان هو في الواقع إنهاء استغلال الإنسان لأخيه الإنسان بأي شكل كان. هذا كان المشروع السوفيتي ومشروع لينين تحديدا. يعني لم يكن معنيا لا بقوة الأمة الروسية ولا بقوة هذه الأمة أو تلك، ولا بمجد هذه الأمة أو تلك، وإنما بمجد الإنسان. يعني كان هو في الواقع طرح مسألة إنه نريد مجتمعا اشتراكيا نتغلب فيه تماما على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، على اضطهاد الإنسان لأخيه الإنسان. نحن هذه مشكلتنا، مشكلتنا الاستغلال الطبقي، وبالذات الاستغلال الرأسمالي، ولكن أيضا الإقطاعي. نريد في الواقع أن ننهي كل هذه المظاهر الاستغلالية، استغلال المرأة، استغلال الإثنيات، استغلال الأجناس، الاستغلال العنصري، الاستغلال طبعا الطبقي في المقام الأول، استغلال الفلاحين، استغلال العمال. هذا هو المشروع اللينيني العظيم، وهذا هو مشروع الاتحاد السوفيتي أصلا، هذا هو المشروع السوفيتي الذي أطلقه طبعا البلاشفة، ولينين في مقدمة البلاشفة. ولذلك يعني هذه المسألة طبعا أغفلها بوتين على الأقل. أعرف الترجمة الإنجليزية اللي سمعتها إلى أي مدى دقيقة، ولكن ما لاحظته إنه أغفل هذه النقطة. في الواقع لينين كان يدرك أن الإمبريالية وعصر الإمبريالية يتميز، اللي هو الرأسمالية، يعني آخر مراحل أو أعلى مراحل الرأسمالية، هذه هي الإمبريالية كما عرفها لينين، أعلى مراحل الرأسمالية. لأن ماذا أراد من يعني أدرك أن هناك أن الرأسمالية تمارس الاستغلال بطرق شتى. هي طبعا بالمقام الأول هي تبني رأسمالها باستغلال العام، استغلال الطبقة العاملة، ولكن أيضا هو تكلم عن الكيفية التي تستغل بها الرأسمالية الفلاحين، وأيضا الكيفية التي تستغل بها الأمم الفلاحية. لاحظوا الأمم الفلاحية، أي الأمم المستعمرة، الأمم المقهورة. فهو إذن أشار إنه جزء أساسي من الرأسمالية هو في الواقع اضطهاد الأمم، اضطهاد الأمم الأخرى. طبعا كيف كمان علمنا من تاريخ القرن العشرين كيف يتم هذا الاستغلال، يعني الأمم المستعمرة وشبه المستعمرة والتي والتابعة، خلينا نحكي الأمم المستعمرة وشبه المستعمرة والتابعة، واللي بسهولة الأمم التابعة يمكن أن تنقلب إلى مستعمرات. يعني عودة الاستعمار ليس مسألة مستحيلة، بالعكس يعني رأينا أنه في عودة للاستعمار. استعمر العراق يعني بعد عقود من الاستقلال النسبي، استعمر العراق، حاولوا استعمار سوريا، استعمرت ليبيا، استعمرت أفغانستان، استعمرت حتى كادوا أن يستعمروا يوغوسلافيا، واستعمروها في الواقع. فإذا ولكن فلنستعمل هذا التعبير اللي هو المجتمعات المستعمرة أو شبه المستعمرة أو التابعة. هذه طبعا منهوبة،
الإمبريالية تنهبها. والإمبريالية في الواقع تخنق تعبيراتها القومية، يعني في الواقع يعني هذه مسألة مهمة، تمنع شعوب الأطراف من إعادة تكوين نفسها قوميا. يعني هي تطمس الروح القومية، روح الاستقلال القومي، هي تطمس روح الاستقلال القومي، لا بل هي تمزق الأمم، يعني تمزق أمم الأطراف. نحن شفنا في حالة الوطن العربي، يعني مسألة ليس فقط تمزيق الوطن العربي، وإنما الحيلولة دون أن يعيد لملمة الأشلاء، دون أن تعيد أي قوة عربية مثلا لملمة الأشلاء. فهذا مبدأ أساسي كما أشار إلياس مرقس، ما يعني شغلة أساسية في الإمبريالية، أن الإمبريالية في الواقع لا تنهب فقط، وإنما في يعني هي تنهب، ولكن أيضا هي تضطهد الأمم المستعمرة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، وتحول دون تطورها، وتحول دون تكونها، وتحول دون نموها، دون تطورها، دون أن تأخذ مجراها. يعني هي يعني تخنق روحها القومية، تخنق روحها الحضارية، تمنعها من أن تعبر عن نفسها بحرية، أن تعبر عن روحها القومية بحرية. يعني ونحن شهدناها تماما في الوطن العربي. لن نلاحظ هذه المسألة لاحظ هذه المسألة في الواقع بشكل واضح في الإمبراطورية الروسية، أن ما أسماه الشوفينية الروسية، شوفينية روسيا الكبرى، Great Russian Chauvinism، يعني شوفينية روسيا العظمى بالنسبة إلى الشعوب الأخرى التي كانت تابعة للإمبراطورية الروسية، يعني سواء شعوب أوروبية أو شعوب آسيوية التي كانت في الواقع مستعمرة من قبل القيصرية الروسية، وكانت يعني تعرضت ليس فقط للاستغلال، وإنما أيضا للاضطهاد القومي والاضطهاد الثقافي إلى آخره. لاحظ ذلك. ولذلك لأنه أدرك طبيعة الإمبريالية، وأدرك طبيعة الاستعمار القيصري، لأنه أدرك ذلك الاستعمار القيصري تحديدا، قال إنه لا، إنه هذا شكل أساسي، إن الطبقة العاملة هي تقود المضطهدين وتقود كل الكادحين والمضطهدين والمسلوبين. ولذلك يعني هي الدكتاتورية البروليتاريا في الواقع تسعى إلى تحرير الطبقة العاملة من الاستغلال، ولكن أيضا تسعى إلى تحرير الفلاحين من الاستغلال والأمم والقوميات المضطهدة، إلى إنهاء حالة الاضطهاد هذه، وإلى مجابهة. يعني أيضا دكتاتورية البروليتاريا عليها أن تسعى إلى مجابهة الإرث القديم حتى بعد السيطرة على السلطة، الإرث القديم وخصوصا إرث الشوفينية روسيا العظمى، The Great Russian Chauvinism، هذه الشوفينية موجودة يعني حتى بعد استلام الطبقة العاملة للسلطة، هذه موجودة في العلاقات بين في داخل روسيا وبين روسيا وأطرافها، هذه موجودة، هذه الشوفينية موجودة. ولذلك ينبغي على دكتاتورية البروليتاري أن تبذل جهودا استثنائية في مجابهة هذه الشوفينية. حتى يعني ولذلك قال إنه يعني يجب أن نقدم تنازلات للشعوب المضطهدة. يعني هناك نمطان من القومية، هناك القومية المشروعة وهي قومية الشعوب المضطهدة في نضالها ضد الاستعمار وضد التبعية، وهناك جهة يعني قومية شوفينية فاشية اللي هي قومية المراكز الاستعمارية، وهذه مرفوضة ويجب مجابهتها بكل قوة. فهو ميز في الواقع بين نمطين من الحركات القومية.
وطبعا انحاز إلى الحركات القومية والوطنية في البلدان المستعمرة والتابعة، وطبعا جابها الحركات الفاشية واليمينية في القومية في المراكز الاستعمارية. فإذا هذه في غاية الأهمية، هذه يعني لينين في الواقع عندما أصدر المرسوم إنه بحق الشعوب في تقرير المصير عندما استلم البلاشفة السلطة، أكد على هذه الناحية ولم يكتفي بذلك، قال يعني ظل يقاوم حتى في داخل الحزب البلشفي التيارات الشوفينية، التيارات الروسية الشوفينية في داخل الحزب البلشفي، أدرك أن المسألة أن القضاء على هذه الشوفينية ليس بالمسألة السهلة، هذه بنيت عبر قرون هذه الشوفينية، فأدرك أن الصراع والنضال سيستمر لفترة طويلة، ولكنه خاض هذا الصراع، فهو في الواقع أراد أدرك أن ثورة بروليتاريا أن البروليتاريا الروسية لن تحقق طموحها ولن تتحرر ولن تكون سيدة نفسها إلا إذا سعت إلى إنهاء كل أشكال الاستغلال الواقعة على الفلاحين وعلى الأمم المقهورة وعلى الإثنيات المقهورة وما شابه ذلك. أدرك ذلك تماما، أدرك هذه الطبيعة للإمبريالية أنها ليست فقط كما جاء في الرأسمال اللي ركز على المسألة الجوهرية اللي هو كيف تستغل الطبقة البرجوازية الطبقة العاملة، لا هو ذهب يعني جابها واقع المجتمع الروسي، يعني لم يبقى على مستوى التجريد وإنما جابها المجتمع الروسي وقال إنه بروسيا في عندنا هذه المشكلة، في عندنا أشكال متنوعة من الاستغلال الاستعماري والإمبريالي وعلينا أن نجابه كل ذلك، إما أن تقود الطبقة العاملة كل مضطهدي الأرض وإما أن لا تكون، وإلا بتصفي مثل البروليتاريات الأوروبية حاليا اللي بس مهتمة لبعض المكاسب ومش سائلة عن العالم، أو على الأقل أجزاء كبيرة منها مش سائلة عن العالم. فهو أدرك إنه لا، إما أن تقود الطبقة العاملة حركة التحرر التاريخي، وإما بتصفي هيك معزولة ومجرد يعني صراعات لا معنى لها، صراعات غير تاريخية. هذا ما أغفله الرئيس بوتين، نظر إلى المسألة من منظور قومي بحت، إنه الدولة القومية وكذا وهذا حرام الروس. لا لا، لينين كان واقع، لينين كان مدرك تماما لما يدور، لينين كان روسيا حتى النخاع، ولكن كان مدرك ان امته في ظل القيصريه كانت تضطهد الشعوب الاخرى، ولذلك هو صف مع الشعوب الاخرى اللي داخل الامبراطوريه الروسيه، واراد تفكيك هذا النظام الروسي القيصري، اراد تفكيك القيصريه، فلم يستطع تماما، مات للاسف قبل ان يتمكن. يعني ظل مخلفات وإرث القيصرية ظل موجود في روسيا، وهذا عطل مسيرة روسيا الاشتراكية بلا، بس هذا هو التاريخ يعني، لكن هذه أغفلها الرئيس بوتين. من النقطة الأخرى أنه عاب على البلاشو لينين تحديدا أنه صلح بريست ليتوفسك عام 1918، أنه قال أنه قدمت تنازلات، يعني مع أنه ألمانيا كانت تترنح وعلى وشك السقوط، ولكن روسيا السوفيتية قدمت تنازلات ما كان يجب أن تقدمها للألمان. برضو هذا الكلام غير دقيق في الواقع، ليش؟ لأنه من قال أن ألمانيا كانت تترنح؟ ألمانيا انتصرت على روسيا عسكريا في الحرب العالمية الأولى ولم تكن تترنح، ألمانيا ظلت قوية لآخر يوم في الحرب العالمية الأولى، لا بل في الواقع يعني اضطرت بعدين الى الاستسلام، وفي ناس لموها، يعني مثلا هتلر كان جنديا في الجيش الالماني انذاك، حقد على انه لماذا المانيا ما كان يجب ان تستسلم في ذلك الوقت، كان يعني ما زالت تتمتع بقوه كبيره والمفروض انها ما كانت تستسلم للغرب، ولام من قادوا الى هذا الاستسلام، يعني خونهم في الواقع، كانت المانيا ما زالت قويه وعلى الجبهة الروسية كانت قوية جدا لأنها هي التي كانت منتصرة، وكان الجيش الألماني آخذ بالزحف لموسكو لا لا لينينغراد، يعني كاد أن يصل إلى لينينغراد وموسكو. لم ولي أدرك لينين أنه أن الجمهورية السوفيتية الوليدة
والتي كانت تعبر عن الطبقات الكادحة وبالذات الطبقة العاملة ستسقط لا محالة إذا استمرت الحرب، وإنه الطبقة العاملة والفلاحين صوتوا بأقدامهم ضد هذه الحرب، كان يدرك ذلك جيدا. ليش؟ لأنه مثل ما حكى الرئيس بوتين إنه والله مشان يحافظوا البلاشفة بأي ثمن على سلطتهم، هذا ليس صحيحا. سلطتهم كانت هي سلطة الطبقة العاملة، أكيد بدهم يفرطوا فيها. ثم انه فادرك انه هذا لا يمكن ان تستمر الامور، وانه المانيا مكتسحه، ويعني وجد انه لابد من هذه التنازلات اذا اراد لسلطه الطبقه العامله ان تستمر. اصلا كان يمكن ان يقود، يعني لو دخل الالمان لموسكو كان يمكن ان تقود الى تفكيك روسيا، وهو ادرك ذلك، ولذلك قال لهم فلنتنازل الان للبلاش، فلنتنازل الآن عن أراضي ونحن بمرارة نتنازل عنها، ولكن ألمانيا ستهزم بالنهاية وسنسترد هذه الأراضي، وهذا ما حصل. لكن بقيت الدولة السوفيتية واستطاعت أن تصمد أمام هجمة الدول الإمبريالية وعملائها والبيض في داخل روسيا. طبعا البلاشفة كثيرون منهم كانوا ضد لينين في بادئ الأمر. شو هالحكي هذا؟ نحن نستسلم؟ لا يجوز أن نستسلم للألمان، أن نقدم التنازلات، الروح القومية. تروتسكي هاجم لينين، قال له لا هذا لا يجوز، كان وزير خارجية، لن أقبل، كوميسار خارجية، مفوض خارجية كان، لن أقبل لن كذا. بالنهاية طبعا لينين استطاع أن يقنع حزبه واستطاع أن يفرض صلح بريست ليتوفسك، وفيما بعد أدرك البلاشفة حكمة لينين في ذلك، واعترفوا بما في ذلك تروتسكي أنهم أخطأوا وأن لينين كان محقا في ذلك. هذه رئيس بوتين ما ذكرها، يعني بصريح العبارة ما كان موفقا في هذا النقد لينين، ما كان موفقا. فيما بعد ربما كان حبذا لو انه كان تحليله للمرحله الجورباتشوفيه والمراحل حتى بريجنيف وكذا، لو ركز على هذه المرحله اللي تراجع فيها الاتحاد السوفيتي وبصوره اعمق، حبذا كان استفدنا منه اكثر، ولكن ركز في الواقع على المرحله البلشفيه، مرحله لينين الى حد ما ستالين، حتى يعني ما دخل كثيرا في ستالين، انا في رايي لم يكن محقا في ذلك. وبرغم انه انا مدرك جيدا ل ان اوكرانيا يريد الغرب ان من اوكرانيا ان تكون مستنقعا لروسيا وان تكون مخلب قط ضد روسيا، هذه مساله اخرى، ولكن انا اعلق فقط على خطاب الرئيس بوتين، لم يكن موفقا في نقده للبلشفيه وللينين تحديدا. لأن هو أعظم ظاهرة شهدها العالم في آخر 100 سنة. وإلى اللقاء.